اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى لعبه جديده من بلاي دو. بصوا بقى، المونستر الفظيع اللي قاعد في النص ده اسمه كالي، وكل واحد فينا هياخد الصلصال بتاعه. احنا النهارده هنلعب فريقين بس، احمر وازرق. بصوا معانا حته صلصال وحته صلصال الناحيه التانية، وهنقطعها ونعمل بيهم 10 كور ازرق و10 كور احمر. بعدين هنحطهم بقى، كل واحد يبتدي ان هو يحطهم، بصوا كده، وندوس على البتاع فتقوم جاي ايه الكرة بتطير، وفضل ان احنا ندخلها جوه ايه كالي الوحش اللي ايه واقف هناك ده. طيب دلوقتي بقى ايه، بصوا انا هنحاول ان احنا ندخلها ورا ايه العين بتاعته. اوكي طيب، هنلعب اللعبة بقى ونشوف مين هيدخل اكبر عدد كور ويكون هو ده اللي كسبان. اوكي مستعدين؟ 1 2 هنشغله دوس اون دلوقتي. بصوا عمال بيلف اهو، ادي كرة طارت مني، ادي كده الاحمر دخل كورة، فريق الاحمر دخل كورة. احنا كده فهمنا اللعبة بتلعب ازاي. نبتدي بقى نلعب بجد، وريتكم ورناكم بس كده، وهنشوف ايه. قولولي تشجعوا بقى مين، الاحمر ولا الازرق. اوكي اللي يجمع بقى زي ما قلت لكم اكبر عدد من الكور يكون ايه هو ده اللي كسبان. يلا مستعدين؟ 1 2 3 مش عارفين ندخل. ايوه كده الاحمر هو كده كسبان دلوقتي، دخل كورة. الازرق مش عارف يدخل ولا كورة. المفروض ان هم 10 كور. بصوا شكله حلو ازاي اهو، الاحمر كده دخل كورتين. ايوه بقى، والازرق مش عارف يدخل ولا كورة. حلو قوي اللعبة دي، مبسوطة بيها جدا. واو الأحمر كده دخل 3 كور. الأزرق دخل كورة. كده احنا خلصنا الجيم. بصوا ادي الأزرق دخل كورة واحدة، والأحمر دخل كام، 3 كور. يبقى كده فريق الأزرق هو اللي كسب. اللعبة سهلة جدا وبسيطة جدا. ممكن احنا نلعب بيها تقريبا 4 لعيبة. انبسطت بيها جدا. تقولوا اصحابي بقى في الكومنتات ايه رايكم في اللعبة الفظيعة دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وفهمتوا اللعبة كويس، وتابعونا بقى قناة العاب الاطفال عشان نجيب لكم لعب كتير من بلاي دو، ونلعب بقى ايه زي اللعب دي تاني. بصوا احنا ممكن كمان بقى، احلى حاجه في اللعبه دي ان احنا ممكن نشكل فيها الاشكال اللي موجوده على اليمين والشمال دول. نعمل مثلا فراوله، نعمل بيها الشكل اللي يعجبنا، وكده بقى نقعد نلعب بيه. يعني مش بس كور، ممكن نعمل كذا شكل اللي هم موجودين على الايه على اللعبه. اتمنى يا اصحابي يكون الفيديو عجبكم. بليز ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.